السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة معكم مطبخ أم لطفي وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم إن شاء الله غنصايبو بيتزا تركية يعني من العجين حتى الحشوة كتجي لذيذة جدا فيعني في, في المتناول كتجي معلكة نتمنىكم تبقاو معايا حتى الأخير باش طريقة الطريقة كيفاش خدمت هاد البيتزا كيفاش خدمنا العجينة ديالها ونوع الحشوة اللي غنديرو ليها إن شاء الله عندي اول حاجه عندي في المقادير عندي واحد نص كيلو ديال الطحين فورس هنايا انا انا غنعجنها في العجان كيما ممكن تعجنوها غير باليد غندير واحد المعلقه صغيره ديال الملح غندير واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده غندير واحد المعلقه كبيره ديال عندي بعدا واحد <applause> يعني واحد ربيع كاس ديال زيت البلديه عندي واحد معلقه ونص ديال يعني معلقه كبيره او معلقه ونص انا عندي معلقه شويه مسطحه ما ليا بزاف غندير معلقه ونص ديال الخميره الفوريه وغادي نعجنها بالحليب دافي هنا راه هزات ليا داك نص كيلو ديال الطحين هز ليا جوج كيسان وربيع ديال الحليب باش كتجينا مرخوفه غادي نعجنها بالعجان غندلكها غندير الكاس الاول ديال الحليب غتبدا مع حدايا كدور غنزيدها الكاس الثاني وغنزيد واحد الربيع في الاخر باش غنكمل ليها الخدمه ديالها انا هنا زربت باش ما يجينيش الفيديو طويل يعني العجين باينه شنو غديروا ليها سواء بليد او بالعجان كيفاش الطريقه باش كتعجنوها كتبغي تدلك مزيان وكتكون مرخوفه صافي هنا راه غندلك كي قلت لكم العجينه مزيان غنتسد وغنحيدها وغنغطيها ونخليها جانبا يتضاعف الحجم ديالها ان شاء الله عاد غادي نبداو نخدمو بها كما معروفه على العجين البيتزا وكتبغي تكون مرخوفه شويه هنا كما لاحظتوا ها هي ونغطيها ونخليها نغطيها ونخليها جانبا تخمر وغادي نمشي نجيب لكم يعني الحشو اللي غندير فيها عندي هنا زيتون ابيض وزيتون كحل يعني أه اللي محيد لهم النواة عندي تسمى لاصوص طوماط اللي كتكون جاهزه اللي كتكون منسمه وعندي الخليط ديال الفروماج اللي يعني الشيدر وفروماج موتزاريلا انا غنمشي ناخذ العجين ديالي نفرغه من الهواء غنجيب واحد الطابي سيليكون اللي غادي نروليه فيها وغنحاول نقطعوا قطع صغيره متساويه وغنوريكم الشكل كيفاش باش, باش كيجيوني متساويين هاد القطع غنديرو بحال هكذا بحال باكيطه كنقطع من النص وكل نص غنقطعو من النص وكنمشي هكا كل قطعه كنرجع نقسمها على جوج باش كيجوني القطع كاملين متساويين كما كتشوفو وهاد القطاع حتى هما كلهم غنبدا نقطعهم من النص باش يجوني قطع صغيره بالشكل اللي كتشوفو سهله وبسيطه صافي دابا غادي نديرهم كويرات غنجيب واحد البلاطو وغنحطهم تمايا كاملين وغنبداو نخدمو وحيده بوحيده وغنغطيوهم بواحد المنديل باش ما باش يعني العجين ديالنا ما يضربهاش لينا البرد او بشي بلاستيكه هنا عندي واحد يعني بحال الغريبي غندير فيه شويه ديال الفورس باش غنستعين به لان ان العجينه مرخوفه ضروري خصنا باش ما تلصقش لينا واخا دايرين طابي سيليكون باش ما تلصقش لينا في المدلك او في طابي سيليكون صافي غن كيف قلت لكم غنغطي ديك العجين ديالي وغنبدا كنورق في ديك العجين ديالي بالشكل اللي كتوضح لكم الصوره كنحاولوا نديروا شويه بحال مستطيل ديك قطعه العجين وغنجيب الفروماج ديالي اللي عندي يعني هنا عندي الشيدر والموتزاريلا مخلطين مع بعضياتهم كندير في الحاشيات بجوج بالشكل اللي كتوضح لكم الصوره وصافي بحال هكا عليهم صافي ونحاول نضغط شويه بالاصابع ديالي يعني كيجينا كي الفروماج من الجهات بجوج وغنجيب لاصوص ديالي ديال لاصوص طوماط يعني ديك اللي كتكون جاهزه ديال بي الخاصه بالبيتزا ممكن تصايبوا لاصوص طوماط يعني اللي بغى يصايبها في, في البيت يصايبها انا كنصايبها وكتكون عندي دابا متوفرات ليا عندي هذه غنخدم بها انا فايت لي حطيتها لكم في القناه ديالي راه كتجي زوينه جربوها دخلوا قلبوا عليها وجربوها هنا غندير ديك لاصوص طوماط غنخلط معاها داك جوج بواطات صغار ديال الطون اللي بدا هو ديال مطيشه غنخلط كلشي دقه واحده بالشكل اللي كتشوفوا يعني غتكون هذه هي لاصوص ديال الحشوه ديالي كتجي لذيذه جدا وكتجي سهله البيتزا بدون عناء يعنى او تعب صافي غنبقى نهز من هاد لاصوص طوماط اللي مخلطه بالطون وغندير في الوسط ديال ديك العجين اللي صايبنا ليها من الجناب عمرناها من الجناب بالفروماج صافي وغنجيب الزيتون اللي عندي زيتون كحل حيط له العظم وعندي زيتون اخر أخضر اللي كيكون ديما كيتباع شرائح بهذا الشكل هذا وغنجيب دعاود الموتزاريلا والشيدار اللي عندي غنعمرهم من الفوق صافي هنا غنجمع ليهم دوك الجناب بحال هكذا يجونا بحال شي فلوكات صغار كنضغطو مزيان بين الجناب باش ما تحلش لينا ملي كنت كطيب صافي وعندنا الطاوه لي مدهو لي مفرش اللي مدهو اللي مفرشين ليها دائما كنقول لكم انا داك الكاغيط ديال الطبخ راه مهم بزاف في المخبوزات يعني كيسهل علينا ما كتلصق لينا حتى حاجه غادي نهز ديك بيتزا ديالي ونحطها في الطاوه وغنبدا ان شاء الله نكملهم كاملين هذوك العجين اللي عندي بنفس الشكل بنفس الطريقه غنزيد ندير معكم وحده اخرى للافاده فقط كنرش شويه ديال الطحين كما قلت لكم دائما وبالمدلك غادي نهبط نورق هذيك العجين ديالي والعجينه راه مدلوكه ومرخوفه كما كتلاحظوا داكشي علاش كنستعنو بالطحين بنفس الطريقه غندير الفرماج في الجناب بجوج وكنغلق بحال هكذا الاصابع يعني سهلة وبسيطه كي قلت لكم كما كنقول لكم دائما كنعطيكم اشياء لاي واحد ممكن يديرها ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي حاجه وكتجي زوينه بزاف صافي والوسط غندير عاود ديك لاصوص ديالي وزويتنات والفرماج من الفوق ونسد عليها وغتكون جاهزه هنا غنضغط على الكنز الجناب كنضغط عليهم كما كتوضح لينا الصوره كنضغط مزيان مع العجينه مرخوفه كتلصق ما تخافوش منها صافي وانا غنكملهم كاملين وغادي نجيب واحد ممكن ندهنوهم بالبيض كيف ما ممكن ندهنهم بالحليب انا هنا اكتفيت بالحليب دهنتهم بالحليب خديت شويه الحليب والشيتا وغندهنهم من الجناب كاملين غنرش عليهم شويه ديال الجنجلان كيف ما ممكن ترشوا عليهم شويه ديال البافو اللي توفر لكم كيجي الشكل ديالهم زوين مختلف وكيجي ولداد وكيجي هشاش فهاد الاثناء انا رمشي على الفران على 200 درجه شعللو آه كنت نبلولة لا شعل لتحت والفوق حتى وانا نشعل ونطفيت الفوقاني خليت غير لتحت ودخلت الطاوات ديالي كيطيبوا ها هما ملي كنحس بهم طابو تحمروا من التحت كنشعل لهم الفوق غير يعني كيدهبوا تيكونوا واجدين ها هوما شوفوا الشكل ديالهم ما اجمله وهنا صافي البيتزا ديالي هي طابت خرجتها كيجي شكلها زوين كتجي لذيده بزاف تستحق التجربه كي كنقول لكم دائما ونتمنى تعجبكم وكما كنقول لكم دائما نتمنى منكم الدعم يعني اللي ما ما يدخل يشترك يضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد واللي مشاركين عندي يخليوا ليا يعني لايك اعجاب وكومونتير زوين وشكرا لكم مره اخرى كي كنقول دائما الى فيديو قادم ان شاء الله